أرضها بعد كأس الأمم الأفريقية مباراة ودية. انطلاقة هذا اللقاء هنا المنتخب الأنغولي الذي قدم للمغرب وضبط مدينة أكادير والذي يأتي معاينة تفاصيل هذا اللقاء وخوض غمار هذه المواجهة بعيد المدرب وأيضا العناصر الجديدة للمنتخب الأنغولي بعد كأس الأمم الأفريقية غيرت فيه خوض غمار مباراة اليوم ولقاء اليوم الوقت اللي نظرت تشاهد المدرب معنا الذي يحضر الآن وليد ركلاكي من المغرب أيضا بيدرو أنغولي الاستعدادات من أجل دخول للأنبساط الأخضر أمام هذه الجماهير أيضا عبر كل أشرف مجموعة من اللاعبين أيضا المغرب غادي نتابعوا التشكيل الأساسي لكل طرف ولكن وأيضا خبر غادي يكون هنالك النشيد الوطني لي بيدرو المدرب بيدرو غونزاليس. إذن الإعداد من أجل دخول في غمار هذه المقابلة والانتظارات للثورة الأولى والدقائق الأولى وكانت صورة جلبي اللي غادي يلعبوا اليوم القمصان الحمراء من اليمين إلى اليسار. السادة المشاهدين منتخب الوطن المغربي نشوف هنا انطلاقة عملية هجومية لمحاولة فرصة داخل منطقة الجزاء لمحاولة ديال الهدف الأول. كرة لا تزال مغربية كرة عند إبراهيم دياز كان يحاول ما أمكن نور الكعبي لاحظوا أناحي الطريقة ديالو القراءة ديالو قامت مريرة أمامية الكعبي يحاول ما أمكن أنه يوصل الكرة حاول يستخلصها ولكن في اخر مطاف مشات بعيده بعض الشيء على اللاعب المنتخب الوطني المغربي والذي انصهر مع المجموعه وكانت تمريره ديالو للاعب زياش قريب من السرعه كان بامكان زياش انه يتمكن من الكره. عمليه هجوميه من جديد لصالح المنتخب الانغولي بجنون هذه عمليه ديال اختراق نشوف هنا المحاوله في اخر مطاف الى خارج الخط الخلفي زاويه لصالح المنتخب الانغولي. طريقه دون الدخول داخل منطقه الجزاء في الوقت اللي كان الانطلاق كرة نادية رأسية من أبرز المحاولات منذ انطلاقة المقابلة المنتخب الأنغولي ينكمش ولكن حينما يتقدم الخطأ الأمامي كنشوفوا بعضها الرأسية ديال اللاعب باسينسيا كريستافا هو بالطريقه ديالو بالاسلوب ديالو لعب الكره بهذا الشكل هذه بالطريقه هذه حاول يختار الزاويه البعيده مع التمدد ديال ياسين بونو اللي حاول ما امكن باش انه يوصل الكره مرت بالمحادات من القائم الايسر الجزاء كتمشي للجهه اليسرى بالصغير ماذا يفعل يدخل الكره ديالو ممتازه فرصه ديال تصويب تصويبا محاوله ديال ابراهيم عبد القادر دياز تصويبا كان بامكانها ان ديال المنتخب الانغولي دا كروز اديسون فالعناصر الوطنيه بامكانها الوصول الى معترك ديال المنتخب الانغولي وهذه واحده من المحاولات كره تلعبات بشكل ممتاز في العمق ايوب الكعبي في محاوله ديال الاستخلاص ولكن في اخر المطاف كيجي دا كروز اديسون كيتمكن من الكره ديالو قراءات تكتيك اهداف من قبل الشيء ثم بعد ذلك انهزم في دور الربع النهائي وامام من امام نسور نيجيريا كره بهذه الشكل للمنتخب الانغولي عمليه ديال الاختراق دخول داخل منطقه الجزاء محاوله ديال ابعاد الخطوره وفي اخر المطاف الى خارج الخط الخلفي للملعب شوفوا بين اللاعبين الانغولي شوفوا هنا الطريقه ديال المراوغه ديال اللاعب ساكاليومبو فرانسيسكو بهدوء رجع الكره ديالو ابراهيم اختراق امام جوج لاعبين مازال كيحافظ على الكره ديالو السكوب ديالو الطريقه ديالو كيفاش ان الكره كتكون لصيقه بالقدم واحد الشكل ممتاز كره ممتازه للهدف كره ممتازه لتسجيل الهدف كعبي ضيع ما لا يضيع في لقطه جميله جدا في محاوله كان بامكانه انه يوضعها في المرمى ممتاز كان بامكانه انه يعني يستثمر الكره ديالو لاحظوا هنا طريقه اسلوب اللي جات من خلالها تمريره عرضيه جانبيه حكيم زياش قبل المطلوب ايوب الكعبي في اللمسه الاخيره التقدير ديالو الكره ما كانش بشكل مناسب التقدير ديالو ما كانش بشيء في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام نلتقي واياكم مع انطلاقه الشوط الثاني من عمر هذه المقابله الى اللقاء. هدف انقول هدف واحد هدف ديال نبيل باجو الزيري وايضا الناخب الوطني اللي كان لقى الشوط الثاني كره تنفاد داخل منطقه الجزاء التغطيه كتجي لدفاع محاوله مباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب. إذن كانت محاولة التصويبة مباشرة إلى خارج
الخط الخلفي للملعب. هونو فروق شراك بلا جيريمي ضيعة شاد فيها كيفية صويبة مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. صويبة جات من هي نفس الصويبة في الزاوية البعيدة، كورته مباشرة إلى خارج الخط الخلفي. نيف أكر في المتابعة أيضا. بونو التغطية الصغير تمرينة ديالو سفيان مرابط، محاولة ممتازة طعيم دياس مرينة فرصة ديالو داخل منطقة الجزاء، يحاول ما أمكن أنه يلعبها بشكل جيد ولكن هنالك لاحظوا هنا كيفية هنا أيضا طريقة لإيقاف هذه الكرة. شوف يوسف النصيري وايضا متابعه ديال اسامه ساوزي، كره ممتازه هدف للمنتخب الوطني المغربي. سفيان الرحيمي يوقع على هدف من الجهه اليسرى، تمريره عرضيه جانبيه. الدور ديال سفيان، الدور ديال الرحيمي اللي مشان الكره ديالو كانت هنالك التغطيه، كان هدف الميران صديقه غادي نشوفوا. نعم نعم هدف بشأن هذه الكيفية بنيران الصديقة من جانب كارمو دافيد لمس الكرة، ولو أنه قام بجهود كبير سفيان الرحيمي باش أنه يمشي الكرة ديالو اختار التموضع المناسب. 1-0 فرحة ديال وليد الركراكي. وفي هذه اللحظات مشاهدينا الكرام يعلن الحكم المالي بوبو تراوري على نهاية تفاصيل هذه المقابلة بالنتيجة المعروفة، هدف واحد مقابل شيء. ومرة أخرى يتفوق المنتخب الوطني المغربي على المنتخب الأنغولي في المنافسات الودية.